الى مواد تموينيه متوفر، ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز، كيف قادرين ندبروا حياتنا؟ الا رب، الله موجود، هو الرزاق. لابسين ملابس الصلاة وجاهزين، متوقعين انه ننقصف بأي لحظة. نجتمع كلنا بغرفة واحدة عشان لو متنا نموت مع بعض. بنقضي وقتنا واحنا نقرأ قرآن وندعي رب العالمين انه يفرجها علينا. احنا النصر بالنسبة لنا مش احتمال، لانه ربنا واعدنا بهذا الاشي، ويمكن هذا اللي بخلينا اقوياء، مش خايفين من الموت، لانه الموت عندنا يعني استشهاد، والشهيد بالجنة بإذن الله. إني أنا بفتخر إنه أهلي شهداء، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتماد على الله هو أولاً وأخيراً، وبعد هيك زي ما قلنا الجهد اللي بيسويه الإنسان. الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. وإن شاء الله ربنا يعينني إني أكون أخت وأم وأب وست لأخواتي أفرح فيهم أنا إن شاء الله تعالى. حسبي الله ونعم الوكيل، أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، والله الفرج قريب بإذن الله تعالى. אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. الحمد لله من منتو الهلاك والله بضل وألف نعم الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا جماعة إنه الله سقانا من ماء المطر. الحمد لله طلعنا بعجوبة، طلعنا الحمد لله بعجوبة، والله طلعنا يا خلف والله بعجوبة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كل يوم أقول الحمد لله يوم. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب. يا رب أنا الحمد لله يا رب. أقول إنني تعلمت عن الصبر وهذا الثبات وهذه المحبة من إسلامنا العظيم ومن أخلاق الأنبياء من كل سبيل.